FM. الكلمة ليك. بشوية بشوية زادت الأزمة الاقتصادية في قوتها. ذاك الخدامة اللي ولاو في الشوماج ونشر لبان دعاية العربي يأكل في خبزنا. العرب هم اللي يأكلون في خبزنا ويأخذونا في المنح العائلية. لأولاده العشرة ومرته تحت الحجاب وجوامعه في كل مدينة ونهار الجمعة يحتلوا الشوارع بصلواتهم ولاو يحبوا يستعمرونا. غادي تربت بنته الكبيرة مارين لبان ورثت كراهية العرب والمسلمين وقوات هذه حتى وصلت اليوم للأربعين في المئة من الأصوات في الانتخابات المحلية هذه متاحهم باش ياخذوا الأقاليم، لكن 43% من الفرنسيين شاركوا في الانتخابات. يعني خود النتائج هذه كما هي، اشتر النتائج الأربعين تولي 20. ردوا بالكم ما زالت الحركة باش تدوم، لكن احنا على الى جانب المليون تونسي اللي عايشين غادي واللي باش يعيشوا مشاكل كبيرة ياسر في حياتهم اليومية. الكلمة ليك.